لسه جاي من وسط ليل العتمة ضيق. حضر التكريم كتير من الشخصيات العامة والكتاب والصحفيين، وحضر أحمد عز اللي بيعيش حاليا أصداء النجاح الكبير للفيلم. حقيقة مصنوع الفيلم بشكل مختلف، وجود إنتاج متميز جدا للأستاذ هشام عبد الخالق، وجود مخرج كبير زي الأستاذ شريف عرفة، مجموعة من النجوم أنا اشتغلت وسطهم الحقيقة كلهم على أعلى قدر من التركيز ومن الاهتمام بالعمل، كان ليه قيمة كبيرة جدا وإحنا بنصوره، فالحمد لله طلع بالشكل ده. إيه اللي حصل؟ كابوس. وبسبب هذا النجاح صنف البعض الفيلم بأنه أهم أفلام عز حتى الآن. الأهم ومين الأهم ده مش أنا اللي بقرره، ده اللي بيقرره الجمهور، وإن كنت أتمنى أن كل أعمالي تبقى ليها أهمية عند الناس وتستمر لفترة طويلة. الممر. أما أحمد رزق فشايف أن مدى النجاح وصل لكل الوطن العربي. فيلم عمل حالة في الشارع المصري وفي الشارع العربي، لأن احنا لفينا معظم الدول العربية الفترة اللي فاتت، فلمسنا بأيدينا أن النجاح كان مبهر. يعني هو الموت بيجري اللي بيحارب، بس أنا إن شاء الله مش هموت. ورغم أن طابع الفيلم حربي جاد، إلا أن أحمد رزق انفرد بالكوميديا بشخصية أحسان. الأبطال إن لم يكن كلهم أفراد وضباط في القوات المسلحة باستثناء أحسان اللي كان مصور صحفي منتدب لتغطية الحدث، ويمكن هو ده اللي ادانا فرصة ان يبقى فيه نوع من انواع البهجة او الابتسامة. ومفيش حتة تانية تتراموا فيها غير هنا. وبعد تكريمه حاولنا نعرف من المنتج هشام عبد الخالق هل سيكون هناك جزء تاني للممر؟ محدش عارف، زي ما حد قال الجزيرة في جزء تالت، ما انت بتعرفش، لكن احيانا بتبتدي تستفزك المشاعر والحدوتة فبتضطر تعمل عليها جزء تاني او تالت، لكن لو عمليات استنزاف انت عندك ممكن تعمل ممر لغايه ممر 500 يعني. فقول يا رب نقدر نعمل اعمال كويسه، بس مش هنعمل عمل غير يليق فعلا بالقوات المسلحه ويليق بالصناعه نفسها. وفي اخر اليوم فاجئ القائمين على التكريم احمد عز وقاموا بالاحتفال بعيد ميلاد.